يعد شوفاني أكبر تجمع للأتوم في العالم في مياه قطر، في أسراب سجلت حديثا بأعداد تتراوح ما بين 600 أتوم إلى 700 أتوم. تعيش الأتوم في البحر، لكنها في واقع الأمر لا تنتمي إلى فصيلة الأسماك، فهي نوع من الثدييات البحرية يشاع أنها ظهرت لأول مرة في مياه الخليج العربية، وذلك من 7000 عام. لون الأتوم هو رمادي اللون، وقد يصل طوله إلى أكثر من 300 قدم، ويبلغ متوسط وزنها 550 كيلوغرام. تتميز بذيل مفلطح وزعانف تستخدمها كمجاديف لتسهيل حركتها في المياه، كما تتسم بأنف خشن وجفات علوية قوية تمكنها من اقتلاع نبات الأعشاب البحرية بالكامل. تتمتع الأتوم بعيون صغيرة تحد بمدى بصرها، وهو ما تعوضه حاسة سمعها الحادة. يمكنها التوصل باستخدام أصوات الزقزقة وكذلك الصرير، والتي تنتقل عبر الماء، ويبلغ متوسط عمرها الافتراضي 70 عاماً. وتصنف الأتوم من الثدييات، لكنها تنتمي أيضاً إلى أكلات العشب، وتتغذى على الأعشاب البحرية، وتتخذ من غذائها مصدراً أساسياً للحصول على الطاقة. وتستهلك يومياً في المتوسط حوالي 40 كيلوغراماً من الأعشاب البحرية، والتي توجد في المياه الصافية والضحلة وكذلك الدافئة للخليج العربي. الأتوم هي حيوانات خجولة جدا، وتتنقل صغارها في حياة أشبه بالرحالة، ذلك مع أمهاتها، وتنطلق في رحلتها وحدها عند البلوغ. مع ذلك فقد رصدها المستكشفون في أسراب أكبر في المنطقة الشمالية الغربية من قطر، وهي تخاف من البشر وتسارع بالهروب إذا استشعرت الخطر. وتلعب الأتوم دورا كبيرا في النظام البيئي في قطر، لذا تجرى أبحاثا دقيقة للتأكد من عدم تعرضها للانقراض، وذلك بعدما شملتها قوائم الأنواع المعرضة للخطر، ذلك حسب التصنيف الدولي لحفظ الطبيعة. لكن السؤال الآن، أين يتواجد الأتوم؟ يتواجد الأتوم في استراليا وكذلك الخليج العربي وأجزاء من البحر الأحمر وكذلك الساحل الشمالي والشرقي لشرق أفريقيا وسريلانكا والهند وأندونيسيا وجزر المحيط الهادئ. وتحتضن أستراليا أكبر عدد من أبقار البحر، ويأكل الأتوم القارد. وعندما تتساءل هل الأتوم هو مهدد بالانقراض، فالجواب هو نعم. تنقصت أعداد الأتوم إلى حد كبير في السنوات الأخيرة، إذ يقدر الآن بنحو 120 ألف أتوم. إن صيد الأتوم تجارياً محظور، لكن صيده الغير مشروع في بعض المناطق مستمر حتى الآن، فهو أحد الأخطار التي تهدده بالانقراض. وتتنفس بقرة البحر هذه فوق سطح الماء عبر فتحتي الأنف، ويمكنها البقاء داخل الماء لمدة 11 دقيقة، فهي تستطيع الغوص تحت الماء لعمق 33 متراً بحثاً عن الأعشاب، حيث توجد مروج الأعشاب القطرية نحو عمق 10 أمتار، مما يجعلها بيئة مناسبة لحيوانات بقر البحر، ذلك على عكس خراف البحر التي تستخدم مناطق المياه العذبة. ذلك فإن حيوان بقر البحر هو حيوان ثدي بحري بحت، ويقدر أعداده إلى الآن إلى ما يقارب 100,000 من أبقار البحر، والتي تعيش في مياه 40 دولة. وعلى الرغم من أن صيد أبقار البحر كان ممارسة شائعة في ماليزيا، إلا أنه يعتقد أنه انتهى في ثمانينيات القرن العشرين. مع ذلك فقد وجدت الدراسات الاستقصائية الأخيرة أن صيد أبقار البحر لا يزال يتم بشكل انتهازي، فهو يتميز بجسمه الانسيابي ورأسه المستديرة التي تشبه رأس الفيل. يتغذى الأتوم بشكل أساسي على الأعشاب البحرية، ويصل طوله إلى 3 أمتار ووزنه إلى 500 كيلوغرام. يعيش في المياه الدافئة للمحيطين، المحيط الهندي والمحيط الهادئ، ويتنفس الهواء الجوي، لذلك يطفو على السطح بشكل دوري للتنفس.